بالاولويات على حسب الامكانيات الماليه. وعندكم بلان دو سيترناج بارابور هذا تاع 6 جور 5 جور ولا نو؟ كاين نو قليل قليل، كاين البلديات من عاد ما عندهاش الامكانيات البلديه، ولكن انا كيما نقول لك هذه لوبجيكتيف، الهدف اللي راه اولا خاصه تشتا زكره هي النقطة السوداء. النقطة السوداء في منطقة كبيرة في الصرف الصحي، عندنا كشغل مشكل كبير، يعني ماذا بينا البلدية الدولة تاعنا تزيد تعاوننا شوية تاع الصرف الصحي. تسمى منطقة كومبلي فيش تكنيك تاع 80 مليار، ودينا في فيش تكنيك تاع عرش حمودي مليار و600، وفيش تكنيك تاع القناة الرئيسية 4 ملاير وكذا. ودوا البلدية تاعنا سيادة الوزيرة بلدية فقيرة ما عندهاش دخل، احنا العام يدور نستناو غير الزيارة تاع الوالي وقتها تجي. انا نستناو فيكم انتم لا كاش ما تزيدونا دعمونا بكاش فيش تكنيك ولا زوج، ومع على بالنا باللي الاربيتراج راه جاي، عاونونا غير في قنوات الربط تاع الصرف الصحي. و عاد المعلومات على الاربيتراج راه نزل. ايه وسيد الوزير ديروا فينا مزيه، والدوله تاعنا هي اللي دير فينا مزيه، ورجال الدوله. بلا مزيتنا. ايه الدوله تاعنا احنا كي نقول احنا كي نقولوا الدوله والله لا رانا. اوني لا بور فو سيرفير. عاطيك الصحة. رانا هنا بنخدموكم اخويا. نمثل المجتمع المدني ببلدية عين السلطان. احنا راح نهضر بصفة عامة على بلدية عين السلطان. بلدية عين السلطان فيها أكثر من 27,000 نسمة. أتمنى أن يتسع صدركم لهذه الانشغال سيدي الرئيس. رانا هنا بنسمعوا. الله يبارك فيك إن شاء الله. في مجال التربية سيدي الرئيس. أيوة. في مجال التربية كذلك سيدي الوالي. محتاجين ابتدائية ومتوسطة خاصة في مركز البلدية. يوجد متوسطة واحدة في مركز البلدية، متوسط بالزرود عبد الرحمن. نجيبوا باه نجيبوا الأمن باه ندوا الشباب تاعنا للحبس. لا لا. احنا ماذا بينا نعالجوا الاسباب، نعالجوا المشكله ونحوسوا على الاسباب. احنا ماذا بينا يكون الردع يكون الردع من مصالح الامن، وكذلك نعطوا لهم شويه حلول فيما يخص كذلك ما عندهمش مناصب عمل بلديه راهي نائيه. كذلك في 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 مناصب العمل عندنا منطقه نشاطات سيدي الوزير، منطقه نشاطات راهي لهنا في العين الخضراء، الملف تاعها راه جاهز على ما اعتقد، الامور تاع كامل ريم ريغر رانا نتبعوا فيها راهي جاهزه. ماذا بك سيدي الوزير وسيدي سيدي الوالي، شوفوا لنا منطقه النشاطات. أغلبية الناس محرومة من مياه الشرب بسبب ماذا؟ بسبب سرقة المياه من الأب من الأنابيب الرئيسية المؤدية من الآبار الارتوازية إلى الخزانات، وهذا الشيء على بالو ديال رئيس دائرة ورئيس بلدية. وكاين الناس راهي تعمر على الدول، وكاين الناس دايرة بحاير تاع الشجر بعد المسافة. كاين النقل المدرسي بصح كي ما يكونش تما مدرسة في المنطقه ثم ما مدرسه واحده 2 كيلومتر من قصين احنا ولادنا ونخرجوا بزاف عدد التلاميذ شحال كاين هو كاين ماشي بزاف هو 2 كيلومتر على الجهه لا لا العدد المسجلين تلاميذ تلاميذ كاين شويه كاين وعندنا القطعه تاع الارض تاع مملكه الدوله على حتى ما ديروا شحال اقل ديروا هناك تبع المدرسه الابتدائيه الاخرى ماشي شرط مدرسه ابتدائيه معليش كلايس هكا حاجه الشباب هم يخرجوا هم ياسين ملعب جوا جواري معاد مادام كاين قطعة أرض ملعب جواري مدرسة ابتدائية ولا نونيكس إلا تقدروا ديروها ما تقدروش ديروها نورمال زوج كلمات بارك الله فيك عندهم في 2014 بدون أعمدة كهربائية لإعانة ريفية راهم مدين الإعانة ريفية راهم 2014 ما داوش أعمدة كهربائية باه يسكنوا فيهم هذو السكنانات الناس ياها ترى أنا نعطينا لكم سكنة ما تسكنش فيها أنت يا بعيدة عليك كما نقولوا حنايا بزوج بوطاوات ولا ثلاثة ما عندوش كيفاه يروح يجيبهم ما عندوش انسان مسكين بسيط ما عندوش على ما سوى مديريه الطاقه هذه محصاته اللي فعلت مساو مديريه الطاقه طيب السيد الوزير كاين بروغرام عندنا مستوى تلحقنا لهم حتى لحقنا حتى ليكيب ناسيونال بصح ما عندناش القاعه الرياضيه ملعب هاوينا عندنا في الرياضه في بلديه عين سلطان سقسيهم على واتشعيبه لي جوار اللي يخرجوا من واتشعيبه ما عندهمش ملعب ما يلعب كاين جاهز شي العشب ما كاينش سرا عزوف اي سيدة الوالي اللي الاسبق وعدنا وقلنا بالبركه عليكم ها هو سيدة الرئيس البلديه رئيس دائره قلنا بالبركه عليكم وصاي راكم اديتوه من بعد عاود علاه تنحى ما عرفناش تاتي هذه الزياره في اطار حرص السيد رئيس الجمهوريه لكي نكون قريبين من المواطن للاصغاء اليه والاستماع لانشغالته كما لاحظتم فإن ما تحقق من إنجازات يعبر عن تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية فالإطار المعيشي للمواطن اللائق هو التزام يتجسد بتحقيق رفاه المواطن
فكرامة المواطن خط أحمر ونحن كلنا مسخرين لصونها مهما كانت مسؤوليتنا، ولذلك يجب علينا أن نرتقي بأدائنا من أجل أن نضمن التحسين المستمر للخدمة العمومية على مستوى جميع المرافق العمومية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.